بعد أن أعلنت الزواج من نفسها، لمشرف توضح للجريد وترد على مهاجميها: أنا بعلاقة حب مع نفسي. أثارت الفنانة اللبنانية ريم شريف خلال الأيام الماضية تساؤلات الجمهور حول حقيقة زواجها من نفسها بعد نشرها صورة بفستان زفاف أبيض أرفقتها برسالة تضمنت تزوجت نفسي. في هذا السياق أوضحت ريم في اتصال أن الأمر أخذ منحى آخر وأن الهدف الأساسي من الصور كان التوعية حول حب الذات لكي يتمكن الإنسان من جذب الشريك الأنسب له. الموضوع منه أبدا مثل ما فهمته العالم، وأنا أكيد ما تزوجت نفسي رسميا. الموضوع كله كان مجازي معنوي عن حب الذات والتصالح مع الذات. عملت رحلة لإيطاليا بأكتوبر، هول الصور مش برمضان صاروا، وهيدي الرحلة كانت لمنتجع شفائي، رحلة علاجية لنساء فقط بجزيرة سالينا بسيسيليا، وكان عبارة عن 4 أيام. هول 4 أيام كل يوم نعمل فيهم تمارين رياضية، تمارين روحية، يوغا، مديتيشن، وتنفس. ورابع يوم آخر يوم كان مثل احتفالاً بحالنا، أنه عملنا الانر وورك واشتغلنا على نفسنا، وأنه بدنا نكتب عهود لنفسنا أنه شو منوعدها. إذا أنت بدك توعدي حالك مثل كأنك عم توعدي الشريك بيوم زفافك، شو بتوعدي يا لحالك؟ فهي هي كل الخبرية ببساطة. الموضوع مجازي، منه رسمي، منه حقيقي، ولازلت عزباء ولم أتزوج نفسي، ولكن كان الهدف منه التوعية والناس تعرف كيف تحب حالها صح حتى تجذب الشريك الصح. نعم، في ناس فهمت الصورة بشكل واضح، اللي هن الناس اللي هن أوريدي بلشوا يشتغلوا على حالهم وبلشوا يتشافوا، والناس اللي زقفت وانبسطت وقالت برافو، الإنسان لازم يحب حاله صح. أما الناس اللي هجمتني فهي ناس بعدها ما وصلت لهيدا الفكر والتنور والتطور الفكري مع نفسها، وبعدهم عايشين بالقشور تبع الأشياء. معلش يعني زينب، أنت بتعرفي في كتير فنانين بينسألوا بمقابلات ليه لهلأ ما تزوجتوا؟ بيجاوب الفنان: ولا أنا تزوجت فني. أنه ليه ما بيهجمون الناس؟ ما فهمت. هي كلمة بتنقال بمعنى مجازي، أنه واحد عم بحب حاله، أنه أنا بعلاقة حب مع نفسي، ما بدي يكون مع ولا شخص قبل ما حب حالي صح. بس حب حالي صح رح أعرف حب الشريك، ورح أعرف أجذب الشريك الصح لحياتي. أوكي، الأمر منافي لعاداتنا وتقاليدنا؟ لا بالعكس، أنا ما رح تتزوجت حالي. عاداتنا وتقاليدنا يمكن ربينا على جلد الذات وعلى أنه ما نعرف نحب حالنا صح، وأنه يمكن نجي على حالنا كرمال غيرنا، أو تضحية بالنفس كرمال الآخرين. أنا ضد هذا الموضوع، لأنه أخلاقنا وديننا ما بيقول هذا الشيء. إكرام النفس وحبها شيء كتير عظيم عند ربنا، ولازم هيدا النفس اللي هي أمانة عند رب لقلنا معنا عند رب العالمين، إنه نحن ننتبه عليها ونحبها ونهتم فيها ونحافظ على سلامتنا العقلية والجسدية والروحية. أوكي، فأنا كتير صدمت وفوجئت بردة الفعل العكسية، إنه هدف البوست كان العكس تماماً، كان تشجيع الناس على حب بعضها. ما بعرف إذا الناس لحالها فهمت هيك، ولا لأنه الصحافة كتبت بهيدي الطريقة العناوين وما فسرت، الناس استفزت بهيدي الطريقة.